جهد متواضع على كل ما هو قد ما هو أكبر من قده. الهدف منه هو محاولة مساعدة 1000 أسرة موزعة على 300 أسرة في منطقة أفطوط في أدواب، عندهم وسيلة نقل لا يتوصل لهم ذا، و100 أسرة من مرضى الفشل الكلوي الضعاف، و600 أسرة بين فقراء أحيان وأكشوط الآخرين توصلنا لهم بطرق معرفتنا بالفقراء، مساعدة بعض الخيرين اللي يعرفوا هذا النوع من الأرواقيش. الهدف منه أولا أنه يوصل الفقير ما أفتر ولا حصر في بليده ولا جف لوائح تسجيل لا شيء، لا يوصل إن شاء الله تعالى في مكانه. الهدف الثاني منه اللي هو لفت انتباه، الحقيقة مجهود رمزي، هدف منه هو التنافس في الخير، لفت انتباه الناس قاعد اللي عندها القدرة اللي تقدر تقوم بشيء، أن الناس ضعاف في الزمن وأنهم ما خالق مجهود، ما خالق حد الله يستحمل ضعف إمكانياته، إياك يقوم مجهود يعاون به الضعاف في الزمن والفقراء والمحتاجين أول أساسي من العملية. هي 1000 أسرة ما تمثل شيء من المجتمع الفقير الموريتاني، حوالي 600 ألف أسرة، غير لا رسالة رمزية وتوفر أن الضعاف معرمين وأن ما خالق شيء ما يزيدهم شيء. نشكر هؤلاء المجموعات المجتمع المدني اللي تعاونوا معنا، وأرواقيج اللي بذلوا مجهوداتهم جزاهم الله خيرا، والإعلاميين اللي تعاونوا معنا في ذا المجهود ياك يوصلوا الرسالة الرمزية، وتوفر الهدف منها لا لفت الانتباه كي قلت ومساعدة الناس اللي محتاجة جدا، وايضا انه يوصلها تود هي ما تنقلت شرب اللي منين ينقبضوا فيه المساعدات.